بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم كتشهد الخرجة الأولى ديال السيد الرئيس من أجل مؤازرة ومواكبة مرشحين ديال التجمع الوطني للأحرار في الغرف، الغرف فلاحة في الدرجة الأولى اليوم، اللي الحمد لله يعني بينات بأنه الحزب هو الحزب قوي برجاله بنتائج ديال القطاع الفلاحي اللي كان كيسهر عليها السيد الرئيس، واللي اليوم الحمد لله لا في الاقليم ديال الحاجب ولا في اقليم مولاي يعقوب بينات بانه هناك ارضيه خصبه، هناك رجال ورجالات ديال الحزب اللي غادي يشيروا بهذا الحزب هذا ان شاء الله باش انه يتبوأ اولى المراتب في الغرف، وخاصة الغرفة الفلاحية اللي اليوم السيد الرئيس شرفنا وشرف يعني جميع المناضلات والمناضلين باش انه حضر معهم وسمع لهم وشجعهم. واليوم اليوم ان شاء الله هذه البداية باش اننا نمشيو لنتائج اكبر فاكبر باش نكونوا في المراتب الاولى ان شاء الله. وبهذه المناسبة كذلك فانا كندعو جميع الفلاحات والفلاحين انهم يساهموا ويمشيوا ويشاركوا بقوة وبقوة يوم الانتخابات ان شاء الله، لان المشاركة ديالهم هي اللي تعطي وهذه تشجع الفلاحات، تشجع الممثلات والممثلين ديالهم باش اننا يعني يكون احسن تمثيل ونزيدوا لقدام القطاع الفلاحي الحمد لله اللي وصل مراتب كبرى في اطار نتائج ديال مختار المغرب الاخضر، وكذلك الاستراتيجيه الجديده اللي كيسار عليها سيدنا اللي هي الجيل الاخضر 2020-2030. بدايه هذه الحمله ديال الغرف المهنيه الخاصه بالصناعه والتجاره والخدمات والصناعه التقليديه والإنتاجية الفنية وكذلك غرف الفلاحة، نتشرف في هذه الجهة وجهة فاس مكناس بحضور الرئيس الوطني لافتتاح هذه الحملة، هذه الحملة التي تروم أن حزب التجمع الوطني الأحرار حزب اللي هو من خلال برنامجه الوطني أسس إلى أنه سيقدم مشاريع واقعية وميدانية وميزيرابل يعني من حيث أنها قابلة للإنجاز، وهذا التوجه إنما تمليه ظروف حسنة للإنتاج الفلاحي لهذه السنة، وكذلك إشراف وزرائنا في الحكومة على هذه القطاعات اللي هي الفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات والسياحة إلى غير ذلك، فالآن والصناعة التقليدية. إذن نتمن كل ما قام به وزراؤنا داخل الحكومة على الصعيد الوطني من المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر،
الى برنامج الاندماج الصناعي 2030 الى صناعه السيارات وصناعه ديال الطائرات والصناعه الالكترونيه الى غير ذلك. والان باوامر ملكيه الورش الكبير لصناعه الادويه وصناعه التلقيح خاصه امام هذه الجائحه. إذن نؤكد على هذه الانطلاقة للسيد الرئيس الوطني لحثي الجميع على بذل الكثير من المجهودات لتمر هذه الحملة في أجواء تطبع التنافس الشريف وتقديم البرامج وتقديم أننا نود أن يكون مغرب التنمية المستدامة، مغرب النجاح، مغرب الازدهار، خاصة بعد الخروج من هذه الأزمة وتداعيات الجائحة. كذلك نتمين أنه اليوم نحفز مرشحين الذين تم تقديمهم في أي عزم في الحجم في الساعة 10 صباحا، هناك لقاء مع الرئيس الوطني والآن لقاء في مولي يعقوب. إذا نعلن من هنا لأقاليم الجهة وعلى الصعيد الوطني أننا متحمسون للقيام بهذه الحملة بشروط طبيعية وسلسة مع احترام التدابير الاحترازية، ونبشر الجميع أننا سنكون في الصدارة بفعل المجهود وبفعل جدية مواضيع وبرامجنا وجدية الكفاءة التي قدمناها. فقدمنا مرشحات في الغرف الفلاحية وهذا سيعطي زخما آخر لمقاربة النوع. إذن سننتصر إن شاء الله، ستنتصر برامجنا وستنتصر لصالح الوطن والمواطنين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.